الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بمشاركة معكم طريقة من طرق ربح المال من الإنترنت، ومن خلال هذه الطريقة تستطيع أن تقوم باستثمار في العملات الرقمية بالنسبة للمبتدئين الذين ليس لديهم رأس مال للعمل أونلاين. فديت لهذا الموقع فتوجد فيه أشياء جميلة جدا تم إضافتها إلى الموقع، ويمكن وهذا الموقع يمكنك من جمع بعض من رأس المال ولو رأس مال بسيط، ويمكنك أيضا من أن تقوم بالسحب من خلال الموقع عن طريق العملات الرقمية، مثلا إلى بي تي تي أو دوتش كوين وما إلى ذلك من أمور. ومن خلال هذا الأمر يمكنك أن تقوم باستثمار في العملات الرقمية من خلال هذا الموقع كما ترى هنا. فهذا المبلغ مثلا تريد أن تقوم بسحبه مثلا عن طريق دوتش كوين كما ترى هنا دوتش كوين، أو تقوم بسحبه عن طريق باير، بيتكوين، لايت كوين، ترون كما ترى هنا، ترون، بيتكوين، كاش هنا، إيثيريوم كما ترى هنا، تي ار سي 20 السحب عن طريق ديتر عن طريق شبكة الترون هنا، تاش كما ترى هنا، بينانس بي ام بي تم إضافة بينانس إلى المنصة أيضا إلى الموقع، وأيضا هنا البي تي تي تستطيع أن تقوم بسحب الأموال عن طريق البي تي تي كما ترون. فسعر البي تي تي ضئيل جدا 0.002، ويمكنك تقوم باستثمار خلال هذا الموقع كما ترون. مثلا لدي أنا هذا المبلغ هنا في هذا المكان. بالمناسبة هذا المبلغ في الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بسحبه إلى محفظة شخص منكم، يعني شخص يقوم بوضع تعليق جميل جدا، سأقوم باختيار شخص وأقوم بسحب هذا المبلغ إلى محفظته. أحسن تعليق سأقوم بإرسال له هذا المبلغ إخواني أخواتي. الأمر الذي أريد أن أشاركه معكم، مثلا تريد أن تقوم بالسحب من هذا الموقع، فهذا الموقع شرحته من قبل في هذه القناة، نعم طبعا الحلقة قناتنا على اليوتيوب، كما ترى توجد العديد والعديد من الفيديوهات قمنا بشرح طرق الربح من الانترنت وما إلى ذلك من أمور، طرق استثمار، شرحنا أيضا منصة بينانس وكيفية التداول وما إلى ذلك من أمور. لقد شرحنا هذا الموقع، لكن سنقوم بوضع قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي توصل دائما بكل ما هو جديد. الرجوع إلى الموقع، فطريقة العمل على الموقع بشكل مختصر للمبتدئين الجدد على هذه القناة، فمرحبا بكم. طريقة العمل بسيطة جدا، فقط تقوم بمشاهدة الإعلانات من خلال الضغط على فيو أدز كما ترى هنا، تقوم بالضغط على الإعلان وتنتظر حتى تنتهي هذا العد وتأخذ 2.2 ساتوشي. وأيضا يمكنك كما ترى هنا، فيمكنك أن تقوم بالعمل أيضا عن طريق كما ترى هنا يمكنك مشاهدة الإعلانات، يمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات وتجمع الساتوشيات من هذا الموقع. والأمر الجميل في هذا الموقع أنه يمكنك أيضا أن تقوم بالربح عن طريق الريفيرول من هنا، تقوم بشراكة الموقع مع الأصدقاء وتستطيع أن تربح من خلال العمل الأصدقاء على الموقع. وأيضا يمكنك أن تقوم ببيع هذه الإحالات، فقط تقوم بالضغط على هذا المكان كما ترى هنا، يقول لك يعني يجب أن يعمل على الموقع لمدة أسبوع حتى تستطيع أن تقوم ببيعه هنا بتقريبا يمكنك بيعه ب$1، يعني إن جلبت تقريبا 20 شخص تأخذ عليهم $20، جلبت 100 شخص تأخذ $100، جلبت 1000 شخص تأخذ $1000، شرط أن يعمل لمدة أسبوع في الموقع. بعد ذلك تقوم ببيعه ب 1500 ساتوشي كما ترى هنا، التي تعادل $1 في هذا الموقع كما ترى هنا. 1500 ساتوشي تعطيك تقريبا $1 في هذا الموقع. نعم الإخوان، فطريقة العمل أو طريقة السحب إلى العملات الرقمية، مثلا هنا جلبت مثلا جمعت $10 في هذه المنصة، يمكنك أن تقوم بالسحب عن طريق البي تي تي. فعملة البي تي تي فهي ضئيلة جدا كما ترى هنا، تقوم بالذهاب إلى بينانس مثلا هنا، تقوم بأخذ المحفظة، إن تريد أن تقوم بالسحب على محفظة البي تي تي كما ترى هنا. يمكنك أن تبحث هنا على البي تي تي في البينانس أو أي محفظة أنت تتعامل معها، مثلا تروست وليت، سيبال، أو كوين بيز وما إلى ذلك. مثلا هنا لدينا البي تي تي، تقوم بالضغط هنا على الإيداع ثم تقوم بأخذ المحفظة كما ترى هنا. هنا البي تي تي تقوم باختيار شبكة الترون تي إر سي 20 كما ترى هنا، ثم تقوم بأخذ هذه المحفظة من هذا المكان، ثم تقوم بالذهاب مباشرة إلى هذا المكان، تقوم باختيار هذه البي تي تي، ثم تقوم بالضغط على كونفيرم الأدريس الذي قمنا بأخذه من الموقع كما ترى هنا. لكي أقوم بهذه العملية يجب علي أن أقوم بتغيير وسيلة الدفع، لأنني قمت بالتحديث في الفيديوهات السابقة البيتكوين، لهذا يجب علي أن أقوم بتغييرها حتى أستطيع أن أقوم بالسحب على شبكة على عملة البي تي تي
كما ترى هنا. فالأمر بسيط جدا الإخوان، لهذا لا تنسوا وضع كومنتر جميل جدا في أسفل هذا الفيديو. في الفيديو القادم عندما أقوم بوضع التحديث لهذا الموقع سأقوم بسحب هذا المبلغ، سأختار شخص وسأقول له أن يتواصل معي وأقوم بإرسال له هذا المبلغ، سواء على البير أو سواء على الدوش كوين أو الترون أو أي محفظة أرسلها لي، سأقوم بإرسال لي هذا المبلغ، وربما هذا المبلغ يزداد بعد هذه المدة الله أعلم. هذا ما رأت نشرها الإخوان في هذا الفيديو، لا تنسوا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصل دائما بكل ما هو جديد، ولا تنسوا أيضا أن هناك مسابقة قيمتها $100 على قناتنا بمناسبة وصول إلى 10,000 مشترك. لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتعليق محفز أسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم.